فيني فوت شوي؟ طبعا تفضل. لا تواخذيني، انا اسف اذا زعجتك بهذا الوقت المتاخر. ما تحكي هيك. كيفه الولد؟ كتير منيح، ما تخاف علينا. لساته عم يرفص؟ كتير، صاير ما عم يهدى. حسان، ما زلت من تليفوني مو هيك؟ هذا ابني كمان. بدور؟ نعم. فيني شوف كيف عم يتحرك؟ ايه طبعا، ملك اذا حس فيك هلأ يتحرك من جديد. ليكو عم يرفض. لا انت هيك عم تتخيل، يكون هلأ غفلان. هو بين العصر والمغرب ومرت لمة خيالة، مرت لمة خيالة. مها. نعم عمي. تعي بنتي. مرني عمي. مها، وينو رؤوف؟ بأي أوتيل نازل؟ شو الظاهر رح ترجعوا على البيت عمي؟ لا تتدخلي، قليلي بأي أوتيل وبس. شو عزام؟ لوين رايح هلا؟ رح اطلع شم شوية هوا وارجع. لا تاكلي همي، انتي روحي نام. إن شاء الله ما يكون صاير شيء.
ما بعرف دينا، ما بعرف شو في. رح ضل عم بستناكي. المهم دقي لي اول ما توصلي، ماشي؟ بجوز سهري حسان يكون جاي معه. قالوا نعم، انا جاي لعندك فورا، بس استناني براس الشارع. ابوك وامك ما لازم يعرفوا، انا ما رح اتاخر دينا. ولا يهمك، روحي انت. فريحة، حسان وينه؟ اللي حسان وينه؟ حسان منيح. مين انت؟ ليش حامل تليفونه معك؟ وليش أخذ سيارة حسان؟ وينه حسان؟ منيح كتير، لا تخافي عليه. شو مالك حابة تشوفيه؟ تفضلي معي. أنت من وين بتعرف حسان؟ حسان أنقذ صديقي ورفيق عمري، أنا مدين له كتير، مشان هيك أنا جيت لهون. شو بدك بكل هالأسئلة هلأ؟ حسان بحاجتك وعم يستناكي، خلينا نروح لعنده. أنا مو مصدقتك. وقفي، أنا حابب خليه يفرح إذا بتريدي. وينه هلأ؟ أنت قلي وينه، أنا بروح لعنده. الإنسان اللي مو مستعد يضحي كرمال الشخص اللي بيحبه مستحيل يكون بيعرف الحب. يا خسارة، طلعتي مو محل ثقة مثل ما حكالي عنك. تفضل. بدي رقم غرفة رؤوف شهفار إذا بتريد. الطابع الرابع، الغرفة رقم 400. شكرا. بابا، انت شو عرفك بموضوعنا؟ لو ناديتني كنت انا اجيت لعندك بابا. ليش تعبت حالك وجيت لعندي؟ ليكون صاير شي مو منيح بالبيت بابا. اليوم رح ننهي هالقصة كلها يا رؤوف. مسيك هالسلاح، مو كان بدك دم؟ اليوم روح وخذ دم قد ما انت بدك، وبلش بدمي انا. بابا، بابا، انا حاسس انك ما بعرف شو بدي اقلك، بس مو معقول. ارفع السلاح بوشك بابا. انت اللي ما رضيت، الدم بالدم. لا تجبرني يصير اب قاتل ابنه. يلا قوصني، يلا قوص، قوصني ولا تفكر. بابا، بابا، ما تحكي هيك، أنا مستحيل أعمل هالشي، مستحيل. قوصني وبالناقص من هيك عيشة. أنت اليوم قتلتني قدام حسن وعيلته كلها، خلصت مني وحملت حالك ومشيت. أنا كنت عاطي وعد وقايل كلمة، حتى أني حالف يمين على أنه نشيل السلاح من إيدينا. إذا بدك خد روحي ولا تتركني بهالعذاب. لا تخليني اشوف اليوم اللي رح اخسرك فيه. يلا قوصني وخلص.
بابا مشان الله لا تحكي هالحكي. ها لا تحكي هيك، لا تطول القصة، انهي الموضوع. لا تخاف، أنا مسامحك دنيا وآخرة. ديك مو أنا اللي بيرفع السلاح وشك بابا، بعدين مين اللي بيعمل هيك شغلة مع أبو؟ أنت أبي وتاج راسي، أنا شغلتي بوس إيديك ورجليك بابا. لا تطلب مني هالشي، والله راح أجن يا بابا. أنت اللي خليتني أجبرك على هالشي. المشكلة مو أنا اللي برفع سلاح بوشه لابني. طيب شو رح أعمل أنا هلأ رؤوف؟ شو بدي أعمل؟ الموضوع كله بإيدك هلأ. بابا وعيف، بوز رجليك يا بابا وعيف، بوز إيدك، لا تعمل هيك يا بابا، بوز إيدك مشان الله، لا تخليني جن مشان الله يا بابا، بوز إيدك يا بابا، لا تعمل هيك، الله يوفقك يا بابا، بوز إيدك يا بابا حبيبي، بوز إيدك، والله بموت حالي، والله بموت حالي، بوز رجليك يا بابا، لا تعذبني أكثر من هيك، بوز إيدك ورجليك، بوز رجليك. مشان الله يا بابا اعملي بدك اياه، مشان الله انا مستعد اعملي بدك اياه يا بابا، مشان الله بوز ايدك. جيجي اذا ضلينا عم نمشي هيك رح ننمسك، يلا ركود يلا. بابا خير بنتي؟ شو رح يصير هلأ؟ شو رح يصير بسمر وحسان بعد اللي صار؟ الشغلة كلها صفيت بإيد رؤوف هلأ، أنا عملت اللي علي بنتي، شفتي بعينك. كل يلي خايف منه إنه يكون في براس رؤوف شي شغلة وسخة. بابا، لنفرض إنه رؤوف عمل شي مشكلة. لا تخافي، ما بسترجي. إذا هالمرة قرب على عيلتي، أنا رح أخنقه. كل يلي عملته كرمال حسان وسمر. أنا ما عاد أتساهل مع هالكلب. لهلأ ما وصلنا؟ لو سمحت حكي لك شي كلمة. قلت لك لا تخافي. طيب ليش هو ما إجا؟ ما بيقدر. اللي شو مخبي عني أنت؟ فريحة، أنا بقدر أني خبي عنك شي؟ مين فريحة؟ مين أنت؟ وقف نزلني، أنا ما بدي ضل معك. اهدي شوي رح نوصل، وثقي فيني، قلت لك من الأول لا تخافي. حسان حسان حسان، وينو حسان؟ من شوية كان هون. خليكي واقفة هون لبين ما روح وشوف وين بدي لاقي. حسان؟ متأكد إنك منيح؟ منيح بس على الأغلب أنا متقل بالشرب هاي المرة. أنا صاير عم حس بالوحدة كتير، حابب إنه يكون عندي ابن. حسان قلي شو صاير لك؟ كمان بالماضي كنت زعلك، بس أنا هلأ صاير عم أفهمك أكتر. شكراً إليك. فيني استعمل تليفونك؟ بدي اتصل بواحد رفيقي. طيب دورت بكل الرصيف وما لقيته. أنا الغلطانة، ما كان لازم أمن لك، رح اتصل بالشرطة يا أما لاقي حسان. اهدي شوية بقى، قلت لك استنيني هون ماشي؟ بعد ايدك عني. اه اه
في مفاتيح. حسان صاير معه شي؟ سمر شو صاير؟ لا استني أنا جاي. دور أنا لازم روح فورا. شو في حسان صاير شي مشكلة؟ ما بعرف بس لازم روح. انت خليك هون ميجو. لو سمحت معلم استعجل. انا سرعتي فوق المسموح فيها يا استاذ. انت فهمتي كل القصة غلط. صدقيني انا حسام. سمر انت شو عم تعملي هون؟ انا اللي جبت لك اياها، تمسك فيها ولا تتركها. احكي وين كنت حسام؟ اللي وين كنت؟ سمر انا مديون لهذا الزلمة، هو عمل معي اللي ما حدا عمله لهلا. بس انا اجيت لعندك، اجيت كرمالك وخايفة كثير، كنت خايفة. وانت وين كنت؟ سمر انت مرتي، انت حبيبتي، اهدي شوي كرمالي. ليكني انا معك. انا اجيت لعندك وما همني اي شيء، بس انت انا بدي روح حسان. وقفي سمر اهدي شوي، تعالي نقعد نحكي. انا كثير مشتاق لك، انا بدونك ولا شيء، ما فيني بلاكي. طولوا بالكم لا تخانقوا. اذا بتريد انا رح روح. سمر ما بيصير تروحي. حسان بعد من طريقي. وإلا وإلا شو؟ رح تضربيني؟ لسا أنت ما بتعرفني. لا بعرفك بتعمليها. ضربيني لشوف، ضربيني لأني جرحتك، ضربيني لأني بحبك، ضربيني لأني تركتك. خلاص حاجت عندي بقى. أنا بعرف أنه بتحبيني. لا أنا ما هتحبك. ما عم تقتنعي مو هيك؟ أنا تعبان كتير صدقيني. سمر تعالي نفتح صفحة جديدة. لا تحكي، ما بدي اسمع أي شيء. أنا مو حابة اسمع شي لأني ما عاد صدقك أبداً. يلا اطلعي على السيارة. أنت بحياتك ما صدقتني من لما كان عمري 10 سنين. أنا ما بنسى ذاك اليوم، ضربتني كف وما كنت بستاهله. سكوت، لا تحكي ولا كلمة زيادة. بابا، عمو حسن عزيز أغلو هو اللي قتل عمي. عدلي شو قلت؟ حسن عزيز أغلى هو قتله. والله العظيم أنا شفته بعيني. لا تكذب مرة تانية، ولك دير بالك اسمعك عم تكذب مرة تانية يا رؤوف. فهمت علي ولا شو؟ يمكن أنا كتير كذبت عليك، بس حاولت اشرح لك هالموضوع اكثر من مره وما كنت تسمعني بابا. صدقني انا ما كذبت ابدا لما قلت لك انه حسن هو اللي قتل اخوك. هذا الانسان واحد حقير، شفته بعيني. سكوت،
هداك اليوم أنا ما صدقتك، واليوم كمان ما رح صدقك. حسن عزيز أغلم مستحيل يقتل، ما بيلوت إيديه بالدم. أنت عم تحكي لحتى تفرق بيناتنا. ماشي بابا، رح أسكت مثل ما قلت لي، ما بقى أفتح السيرة بالمرة. بيت عزيز أغلم بدون يعلموا علينا من زمان، وبظن قدروا يعملوا هالشي. رح يجي يوم وتشوف الوش الحقيقي لهذا اللي انت مسمي صاحبك. لا، حسن ما بيكذب لو شو ما صار. شوف حالتك، طلع على الحقد اللي عندك، تعلم المحبة وأمن بالناس اللي حواليك. أنا الحقد ما بيطلع من قلبي، وإذا بدي أنسى فما رح أقدر أعمل هالشي. إن شاء الله الحقيقة بتظهر وما بتطول أبداً بابا. هذا الحي عنده وشين، والوش التاني رح يحرقنا. من زمان كنت متمني تصدقني، تمنيت انك تأمن لي، بس الظاهر انه هالشي صار مستحيل. لهيك انا ما بقى في شي يربطني بهالمكان، وطالما هيك انا رح سافر، رح أخذ مرتي وغراضي وسافر. أنا خلص بدي أرجع على ميديات، مشان ما بقى يوجعك راسك مني بابا. روح سافر. والله يلعن هديك الساعة. اتركني. ادعي لي وسامحني بابا. لما استنيتك بالحديقة وما جيتي فكرت بالموت. أنا استنيتك كتير بس أنت ما أجيت. لساتك موجوع؟ أنا موجوع لأني شفتك قدامي. روحي من هون. أنا ما عاد بدي أشوفك مرة تانية. فرحة أنت إياها. ميجو ليش هيك عم يصير معي؟ هاي أول مرة بحس إني مو على بعضي يا ميجو. يا ترى ليش هيك صار؟ ليش جمعتنا الدنيا سوا؟ ميجو، معقول أنا صرت ما بعرف حالي؟ يمكن رح تخلص الدنيا وأنا لساتني عم استنى، ما بعرف آخرتها، بس أنا رح استنى. رح ضل استنى لبين ما أشوفها، رح أتحمل كل شيء لبين ما أرجع وأشوفها مرة تانية. ماشي ميجو؟
ما دقت لي سمر، شو صار معها؟ عالسينما؟ أنا جاهزة روح معك لوين ما كان. خلص جيجي انتهى أمرنا، هاي الباخرة راحت من دون ما نلحقها، شو بدنا نعمل هلا؟ وات؟ لك شو وات وات وات؟ ما عندك غير هالكلمة أنت؟ نلع من هون. خلص هلأ صار فيك تروح. أنا ماني راجع على البيت بدونك. روح وتركني حسان. سمر، سمر استني. افتحي الباب سمر، افتحي الباب عم قلي. افتحي سمر، رح أضل استنى للصبح وما رح أتحرك من هون. حسان خلص رح يفيقوا أهلي من صوتك. ما رح أروح، لازم نحكي. ما بقي أي شي لنحكي فيه. افتحي الباب لو سمحتي سمر. أنت كل شي بالنسبة لإلي. أنا بحبك ولهيك إجيت. نحن لسه ما عشنا شي يا سمر. بجوز المشاكل عم تقوينا، بس انت لازم تسمعيني. بدك تكسر الباب يعني؟ احكي، هي انا عم اسمعك. هيك ما بيصير، لازم نحكي جوا. حسان روح هلا، خلص منحكي بعدين. عيب تخليني واقف على الباب هيك، عيب هاد الشي ونحن متزوجين. من وراك هالشغله صارت اقل من انها تكون عيب. سمر بنتي ليش واقفه على الباب بهالوقت المتاخر؟ امي اجا حسان وقال انه بده يحكي معي. ليش ما عم تخليه يفوت بنتي؟ معقول تضلوا واقفين على الباب وتحكوا؟ تفضل ابني تفضل لجوا. انتوا كبار عيب يصير بيناتكم هالشي. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوكم طلع من اول المساء ولهلا لسه ما رجع على البيت. يلا طلعوا لفوق. شو بدكن تحكوا روح احكوا فوق. حسان قال انه ما رح يطول. امي لوين بده يروح بهالوقت المتأخر؟ عن جد انتو بلشتوا تزودوها ها؟ ليك حسان خد مرتك وطلعوا لفوق. يلا دينا وصليهن وروحي عنه. ماشي. يلا بنتي يلا. عشت بحسرة طول ما أنت بعيدة عني، ومتأكد أنه أنت كنتي مثلي. قلت لك ما تجي، أنت ما عندك كرامة أبداً؟ أي نعم ما عندي كرامة، مسحتها كلها ورح أثبت لك هذا الشيء. رح تشوفي أني كرمالك مستعد أعمل كل شيء. حسان أنا مو مستنية منك شيء بنوب. ليش مصرة أنك تجرحيني؟ ليش أنت ما جرحتني بنفس الوقت حسان؟ اليوم أنا بس مشان شوفك كنت رح موت من الخوف. هي أنا عم حاول أشرح لك بس أنت اللي ما عم تستوعبي. خلص بقى سمر لا تزوديها. أصلاً أنا الحق علي، أنت لازم تضل بعيد، هذا الشيء اللي لازم يصير. المهم ما أتقاسمك مع حدا. أنا وحدة متربية بميديات، روحي وفكري كله من هنيك. أنا بحبك وما بقبل تكون مع غيري إلا إذا أنت كنت مرتاح بهالشي. أنا حبيت مرة وحدة بحياتي وصدقيني ما رح أقدر حب مرة تانية. سمر خلص حاجة عندي بترجاكي، حاولي تفهميني.
أظن إنه لهون وبكفي بقى ميجون، بكفي كل هالصياعة اللي عشناها سوا. خلينا نرجع على أعمالنا وأشغالنا بقى، شو رأيك؟ مو على أساس تستنانا الباخرة؟ مو هيك أنت قلت لنا؟ كم ساعة بدي ضل استناكن؟ نسيت إنه لحقتكن الشرطة؟ طالما هيك هات المصاري هلأ. شو ظاهر ما بقى بدك تروح يعني؟ لا بدي روح، ما بقى فينا نتراجع، خلص دبرنا. في رحلة طالعة هلأ، رح نستنى لإكمال العدد، شو رأيك؟ مو مشكلة، رح نستنى، ورفيقي كمان. شو قلت جيجي؟ وط سمعت؟ رح نستنى. أصبح، خلينا على اتفاقنا، لا تروحوا هالفرصة. قديش بدهم وقت؟ لإمتى يعني؟ الموضوع ما بين. فهمني شلون أنت مرقت من هالشغلة هي؟ عملت مثل ما عملت وهربت، يلا بالإذن. سمر. نعم. شو بدك يعني نعمل هلأ؟ تعالي نترك كل شي ورانا ونتخلى عن كل شي هون، نرجع نبلش من أول وجديد. قليلي شو بدك يعني نعمل؟ أنا ما بدي إياك توعدني وما تكون قد وعدك حسام. أنا جاهز أتخلى عن كل عيلتي وضل معك دايما، أنا كرمالك بترك كل شي، أنا بدي أعيش معك وبس. اختاري المكان اللي بدك إياه، المهم نكون سوا. ما فينا نترك كل الناس اللي هون، أصلاً هن سبب وجودنا، لولاهن ما قدرنا نكون مع بعض ولا حتى قدرنا نجتمع سوا. بالنسبة إلي ما في شي صعب. لولاهن ما تعرفنا على بعض أبداً ولا تزوجنا ولا حتى وصلنا لهون. يمكن هالشي صار بصعوبة بس هن اللي خططوا له. اللي صار معنا لهلأ بكفينا سمر، من هلأ ورايح تركي كل شي عليه، روحنا وقت كتير من إيدينا. أنا رح أروح وأحكي مع رؤوف. رؤوف لازم نحكي. تفضل احكي حسان أفندي. أنا بدي رجع مرتي رؤوف. إذا بدك إياها روح وخدها، بس بدك تتحمل لآخر القصة يا صهري. رؤوف أنا ما بفهم بهي اللهجة بالمرة. أنا بدي مرتي، البديل اللي بدك إياه قوله، تعال نقعد ونلاقي الحل سوا. اسمع إذا بدك أنا جاهز أعطيك أسهم بالشركة. رؤوف شو ما بدك خود مني، خود اللي بدك إياه، المهم إنه سمر ترجع لي. حلو، عرض محرز كتير. الظاهر انتو متعودين تشتروا كل الناس بمصاريكن مو هيك؟ بس هالمرة دعستوا على الراس الغلط. انا مو موافق حسان عزيز اوغلو، تأخرت. رؤوف انا عم احكي عن جد، اذا بدك انا هلا بنادي المحامي لأنه هاي القصة لازم تنتهي هون وبس. وإذا بدك أنا بحكي مع عزام بيك، لا تاكل هم أبدا. شو قلت؟ هات لشوف. انسى يا ابن عزيز أوغلو، أنت مو فهمان شي. مو أنا اللي بنشرب المصاري، هالشغلات أكبر من عقلك. لازم تعرف أنه أنتو عليكم تار قديم ولازم تدفعوه. حضرتك جاي تنظف الدم بالمصاري
روح سأل أبوك، أبوك بيعرف أكتر. ما فهمت شو عم تقول. ايه ولك انت قد ما حكيت ما رح تفهم علي. انا اخذت كل الاغراض اللي الي، رح اروح من اسطنبول كله، رح اترك اسطنبول الكم. من هلا ورايح ما بقى فارق معي حدا ولا حدا بالدنيا كلها. لهون وخلصنا. صباح الخير سمار. رح تتأخر على المدرسة، يلا بلا تنبلي. يلا قايم. صباح الخير، رح تتأخري على المدرسة يلا. شو صاير؟ شو عمل حسان؟ رح ترجعوا لبعض مو هيك؟ ما بعرف دينا، أنا مشوشة وما بعرف شو بدي ساوي. جيت عزام؟ شو في؟ ليش وشك مو على بعضه؟ وليش ما جيت لوش الصبح؟ خير قول. رحت على الجامع، صليت الصبح ورجعت فورا. لا تاكلي همي. اسمعيني سعاد، قلي لها لسمر انه رؤوف ترك كل شي وما بقى له اي علاقة بالقصة، صار فيها ترجع لبيت زوجها. اذا كانت هي حابة ترجع لعنده خلاص ما في شي بيمنعها. عن جد اللي عم بسمعه؟ ألف الحمد لله يا ربي. عمي صار بيقدر رؤوف يرجع عالبيت مو هيك؟ واحد من أولادي بالحبس والتاني قلعته من البيت، والله أنا ما فيني أتحمل يكون أولادي اتنين بعاد عني.